بونجور بونجور لي زامي. الوغ اليوم بغيت نهضر مع المرافقين لي زاكومبانيون، الواحد اللي كيمشي مع شي حد عند الطبيب ولا اللي كيديه عند الطبيب. وغنهضر سورتو على الاختصاص ديالي اللي هو الامراض الجلديه، حيت ما عرفتش الاختصاصات الاخرين كيفاش كدوز الامور، مي اون توكا في الجلد كاين واحد الخصوصيات. دونك الامراض الجلديه في بعض ماشي في بعض الحالات بزاف منهم اللي كيكونوا امراض مزمنه، سيتادير اللي ما غاديش يبراو، اللي خص الواحد غير يتعايش معهم. وهذاك الانسان اللي كيكون عنده داك المرض الجلدي واللي تيكون مزمن عنده، كيكون في واحد الصراع، صراع مع بزاف ديال الحوايج، صراع مع راسو لانه ما قابلش داك المرض بعدا دي فوا، ومأثر عليه في الحياه ديالو الشخصيه، مأثر عليه في خدمته، مأثر عليه بزاف ديال الحوايج. كيكون داخل في صراع مع المجتمع، لان حنا مازال عندنا كمان ديك النظره اللي تتكون خايبه لواحد اللي عنده مرض ديال الجلد، عندك عادي عندك هادي، الناس كيخافوا، كاين اللي كيخاف يسلم عليه، كاين اللي كيخاف يقص فيه، كاين اللي كيخاف يتاذى منه، كاين اللي كيبدا كيسولو شي اسئله محرجه، مالك وشنو فيك وعلاش هاد الشيء واش ما داويتيش، واش المهم بغات داك الموال اللي هما ما فيه ما يسمعوه، لان بحال كتبدا تضحك لهم على ديك الدبره. عندهم صراع مع المرض في حد ذاته، لانه مرض مزمن، ها هو جا ها هو مشى، كيفاش نتعامل معاه، كيفاش نتعايش معاه. عندهم صراع مع المساله الماديه، لان داك المرض ديال الجلد تيكون مرض مزمن وفي التكاليف اللي تيكونوا كثيره بزاف، وبزاف ديال الادويه اللي كيكونوا ما كيتعوضوش لي زورغانيزم ديال لا كوفيرتور سوسيال. المهم بغيت المرض ديال الجلد اللي كيكون مزمن فيه بزاف ديال المشاكل. دونك الا قدرنا حنا كمرافقين هذاك اللي كيدي الواحد عند الطبيب ينقص عليه واحد شويه من داك الهموم، يكون مزيان. باسكو اون جينيرال لي زاكومبانيون ما كيردوش البال الهضره اللي كيقولوها ملي كيمشيو مع داك الشخص عند الطبيب. دونك انا نعطيكم شي امثله، وبزاف ديال الناس اللي غادي يلقاو راسهم بدات في داك لي في داك لي زيكزامبل تيقولوا ديك الهضره، ما قاصدينش بها انهم يجرحوا الواحد، ما قاصدينش بها انهم يحكوا له على الدبره، ولكن سي تو كوم باسكو الواقع ديال ديك الهضره تتكون خايبه، كيكون خايف بلوتو. بحال دابا نهضروا على الحاله ديال الدراري الصغار، كيجيو الوالدين الاب ولا الام جيب وليداتو وان انفون، كيقول لك فوالا دكتور هاد الوليد ماشي بحال خوتو، خوتو كلهم ما فيهم حتى شي حاجه، هو بوحدو اللي خرج لي فيه هاد المشكل. الوغ ديجا كنوليو في لا كومباريزون، كتولي كتقارن ولادك بحال الاخرين احسن من هذا، الاخرين ما فيهم والو، هذا مريض دونك كيحس براسو بحال اللي نقص على الاخرين. دونك ديجا هذه المساله هذه حاولوا تردوا لها البال، سي با دون لانتيغي دو لونفون انه يسمع بحال هاد الهضره. ولا تيقول لك هاد الوليد ولا هاد البنيته عذبني، ما خليت ما درت له، كيسهرني ما كنعش، فوالا. الوغ هو جايب لونفون باش يدوز له، ولكن كيولي كيشكي هو على بلي شوز اللي هو مقلقينو في المرض ديال داك لونفون، اي اوتوماتيكمون كنوليو في لا كولبابيليتي، كيولي داك لونفون كتولي عنده بحال واحد التأنيب الضمير، بحال اللي كيحس انه معذب والديه وبحال يسد سافوت، الوغ كو هو راه الغلط ماشي ديالو، تا هو مسكين راه مريض، ما زعما ما كرهش شي، ولكن راه مريض ما عنده ما يدير. دونك فريمون حاولوا تردوا البال من هاد لي شوز مع لي زونفون، باسكو راه النفسيه ديالهم كتكون على زبا، ودي شوز اللي حنا كبار كنتقبلوهم وكيجيونا عاديين، ولكن هما لي زونفون كيكون عليهم واحد الواقع اللي خايب واللي يقدر ياثر عليهم، لا بالنسبه لذاك المرض اللي فيهم يقدر في عوض ما يبرا في سيمانه ولا في 10 ايام ولا في شهر يوليو يتطور ويولي مرض مزمن، ولا الا كان ديجا هو مرض مزمن كيولي لي كريز كيوليو كثار بزاف. دونك سيتادير ما كيجي فين يبرا حتى كيعاود يرجع، لان النفسيه ديال داك الطفل تحطمات. دونك فوالا ماشي تنقول الوالدين بوحدهم اللي مسؤولين على هذا الشيء، حيت حد ما تيبغي يمرض ولادو، ولكن دي فوا ما كيردوش البال. دونك كنقولوا شي حوايج اللي فريمون ما وزناهمش، دونك الواحد يدور فريمون الهضره في النص بعد النوبات قبل ما يقولها، سورتو دوفان ان انفون. كاين عاوتاني الناس اللي كيكونوا كبار في السن، حتى الناس اللي تيكونوا كبار في السن وتيديوهم ولادهم عند الطبيب، حتى هما كيكون واحد المرحله اللي حرجه في الحياه ديالهم، اللي كيكونوا عندهم ديجا واحد لونغواس ديال انني كبرت، بانه ما بقى بيني وبين الموت والو، زعما بزاف ديال الهواجس كيكون عندهم، تيكون حسوا براسهم بحال اللي نقصت صحتهم، بحال ولاو خصهم كيعولوا على شي حد يديهم، الوغ داك الواحد هما اللي كانوا هازينو، هما اللي متحملين المسؤوليه. دونك كاين اللي ما كيتقبلش هذه المساله. الوغ ملي كيوليو ولادهم ولا لي زاكومبانيون تيبداو تيشكيو، تيقول لك واه عذبنا هذا الوالد ولا عذبتنا هذه الوالده، وهذا
داكشي اللي فيها ما بغاتش برا، وعرفتي شحال خسرنا عليها ديال المصاريف، وشحال دينا عند راه دينا ماشي انت ولا انت الطبيب الاول، راه دينا عند فلان وفلان وفلان وفلان، تبداو تعددوا الحوايج اللي داروا. الوغ هما بالنسبه ليهم راه تيقولوا ديك الهضره باش يحطوا الطبيب في الصوره باش يعرف بليزو موا شنو واقع، ولكن انه رياليز با كو ديك الهضره اللي تيقولوا راه كتجرح الاخر اللي كيسمع، حيت يمكن لينا هاد الهضره نقولوها بواحد الطريقه واحده اخرى، قولك فوالا راه مرض مزمن مثلا من هاد العام حتى لهاد العام، ودرنا ودرنا بلا ما نزيدو دوك العبارات اللي تيكونوا جارحه اللي تيكونوا تاثروا الواحد اللي كيسمعها في النفسيه ديالو، كيولي كيقول لك واش انا ثقلت على ولادي، واش انا عذبتهم، واش انا كرفصتهم، اي سا سي با بون بالنسبه للعلاج جوستمون ماشي مزيانه هاد المساله، حيت كيف كنقولها وكنعاودها الامراض الجلديه عندهم واحد علاقه كبيره بالنفسيه، دونك الا كانت النفسيه مزيانه راه التحسن كيكون دغيا دغيا وكيبدا كيبان، وحتى حتى الريسيديف الحاجه انها ما كترجعش دغيا كتعطل، ومي كتكون نفسيه ما مزياناش راه الامراض المزمنه ديال الجلد ما سواء ما كيبغيوش يبراو، سواء دغيا كيتحل المشكل ودغيا كيعاود يرجع بحال اللي ما درنا والو. دونك فوالا، دونك ردوا المساله البال من هاد الحويجات كي بوف باغيتغ تري سوبتيل اللي بساط بزاف، ولكن غادي يغيروا بزاف عند هذاك اللي مشيتو معاه، ولا في لا ديسكريبسيون بحال دابا مثلا البير ولا المير اللي يجيب بنته ولا ولده مراهق باش دونك شنو كي شنو باغ اكزومبل جيبو الحبوب، يقول واش شوف وجهه ولا وجهها خسر له كاع بهاد الحبوب، شوف تشوه، شوف ولا حالته، دونك هاد العبارات اللي تيكونوا هكا سلبيين راه ماشي مزيانين، باسكو ديجا هذاك لادوليسون هذاك المراهق راه كيكون عنده واحد الصراع مع راسو، كيقف قدام المرايه ما تيحملش يشوف وجهه، دونك ملي كتزيد كتبقى كتحكلو على داكشي سي با بون، جبتي مثلا على الحبوب كتقول عنده الحبوب بوا، علاش غادي نزيد دوك لي زادجيكتيف ولا داك الكلام اللي غير زايد اون فيت، ما غادي ينفع الطبيب اللي كيسمعو، ما غادي ينفع هذاك المريض اللي جبتي، ما نافع حتى هذاك اللي جابو غير هضره زايده وصافي، دونك سا سي غاريا لان راه كتجرح فريمون، ولا اللي كيقول لك واه عرفتي بنتي شعرها كي كان وهاكي ولا وراه طاح وراه قرعت فوالا. المهم بغيت عطيت الامثله بزاف يمكن، ولكن غير باش نوضح جوستمون هاد الحوايج، وبغاتي غير لاطونسيون ديال الناس بانه هاد العبارات كيف قلت راه تيبانوا لكم بساط، راه تيبان لكم صغير دو تو، انا غير وصفت هاد الحاله اللي جبت الانسان عليها، ولكن داك الوصف اللي عطيتي راه جارح فيه شي هضره اللي قاصحه بزاف، دونك منين تبغيو تهضروا على الاعراض فيه الحبوب، فيه شعرو تيطيح، فيه الحكه، فيه هاد القشور، فيه فوالا، بلا ما ندخلو في دوك الاعتبارات الاخرين ديال تكرفص ولا حالتو خياب فوالا. المهم جو كخوا كو جو ميسي فات كومبخوندغ، عاودت بزاف يمكن، ولكن هاد الموضوع راه فريمون كيأثر فيا، كيبقى فيا الحال، داكشي علاش غتحسو بيا فريمون عايشة مع الموضوع، باسكو ملي كيكون الواحد قدامي ما كنقدرش حتى نعاود نردو نقولو لا علاش قلتي هاد الهضره، لان الاخر عاوتاني ما يمكنش تبقى تقول له هادشي قدام لو باسيون. دونك فوالا، دونك درت هاد لا فيديو باش نخرج داكشي اللي عندي، وجيسبر يكون وصل، جيسبر فريمون يكون وصل، لانه كنقولها وكنعاودها راه الامراض ديال الجلد كيكونوا قاصحين، لا من الناحيه المعنويه ولا من الناحيه الماديه ولا من جميع النواحي، من ما شديتيها كتكون قاصحه باش الواحد يتحملها، دونك الا قدرنا حنا نعاونوه غير بهضره مزيانه، ولا حتى الا ما قديناش كاع نعاودو بهضره مزيانه نسكتو يكون مزيان. اي بي حاجه اخرى، الواحد منين كيمشي مع شي شخص لعند الطبيب ماشي ضروري يدخل معاه بزاف، حيت دي فوا كاين الواحد اللي كيتحرج ما كيقدرش يقول با ولا المو ما تدخلش معايا، حيت دي فوا كيكونوا خصوصيات، كيكونوا شي حوايج لي انتيم، دونك الا حسيتو بالواحد بحال عنده شي احراج ولا عنده اون ريتيسانس خيروه، واش بغي ندخل معاك ولا لا فوالا. المهم لو باسيون نحافظوا له على الانتيميتي ديالو، نحافظوا له على الخصوصيات ديالو، نحافظوا له على شي ديزولي على هذا المصطلح، ولكن على الكرامه ديالو، حيت دي فوا منين كندخلوا شي حوايج اللي ما كيعنيوناش ولا كنقولوا شي هضره اللي ما زويناش راه بحال اللي كنطيحوا منه وكنهبطوا له من الكرامه ديالو فوالا. نهاركم مبروك وصافي، هادشي اللي كاين.